بدورها أشارت سعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إلى العديد من صور التعاون التي تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي ساهمت في نجاح مخرجات الدور الثالث من الفصل التشريع الخامس بالشكل الذي ينسجم مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفتح. احنا كسلطة تشريعية حريصين يعني مستمرين في حمل الأمانة والثقة الملكية الغالية، ونجدد دائما الولاء، وسنواصل مسؤوليتنا الوطنية من أجل تحقيق من الكثير من الإنجازات. فطبعا يعني اللي بقوله بأن احنا هذه بداية كل دور. جلالة الملك في خطابها السامي دائما يعني يشير إلى أمور ومتطلبات كل مرحلة اللي احنا ناخذها كسلطة تشريعية في عين الاعتبار. نحن والحمد لله يعني في مملكة البحرين نعتز بمستوى التعاون مع السلطة التنفيذية وأيضا طبعا السلطة القضائية، فسمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظ الله ورعاه حريص دائما على تعزيز التعاون المشترك. هناك تطوير مستمر لسبل التعاون، هناك تنسيق في جميع القضايا والملفات والمواضيع اللي تهم الوطن والمواطن، هناك آليات للتواصل، هناك توجيهات مستمرة من سموه للحكومة عشان يكون في هناك تعاون بناء مع السلطة التشريعية. هناك اجتماعات بين السلطتين متواصلة في جميع الملفات من أجل التشاور والتنسيق ونجد الحلول المناسبة والعلاجات المناسبة في كل موضوع. لن تؤخرنا هذه المستجدات الطارئة عن متابعة التزاماتنا تجاه قضايانا الإقليمية وعلاقاتنا الدولية، وسنواصل في الحفاظ على أمننا بالاستناد لمبادئ حسن الجوار ومد يد التعاون لتحصيل مجتمعاتنا من نزاعات التطرف والإرهاب وصد تهديداتها للاستقرار والازدهار.